السلام عليكم أصدقاء البرية، أتمنى تكونوا كامل بخير. وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح طريقة تحديث أو تنزيل تحديث لكاميرا كانون 100D، يعني كانون سون دي. كما هو معروف الكاميرا لما تكون جديدة راح تكون بإصدار أول، يعني إصدار تجريبي غير مستقر، وبعد بعد فترة يعني الشركة تقوم ب إرسال إصدار يعني مستقر، وضروري لكل من يملك كاميرا أن يقوم برفع الإصدار أو تثبيت الإصدار المستقر لإصلاح بعض المشاكل. كما تلاحظون هنا في المتصفح نقوم بكتابة هذا الأمر للبحث عن الإصدار في الإنترنت، وهذا هو الرابط الأول، هو كانون أوروبا. نقوم بالضغط على هذا الرابط ثم الذهاب إلى هذا الموقع. كما تلاحظون عند الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بكانون، ثم نقوم باختيار هنا فيرموير وننزل في الأسفل، سنجد هنا iOS روبل SL1، هو هذا الاسم للكاميرا في أوروبا، ولكن هنا عندنا في الشرق الأوسط وإفريقيا هو 100D أو 100D. كما تلاحظون هذا هو الإصدار، آخر إصدار 13 سبتمبر 2016، هذا خاص بالماك، وهنا في الأعلى نفس الإصدار هو خاص بالويندوز. وكما تلاحظون الإصدار 1.0.1، والكاميرا لما اشتريتها الإصدار المركب فيها هو 1.0.0. نقوم بالضغط هنا على تحميل. طبعا أنا سبق لي وقمت بتحميل التطبيق، تحميل التحديث. كما تلاحظون هذا هو يأتي في ملف مضغوط، نقوم بفك الضغط عنه، نقوم باستخراج هنا. كما تلاحظون يعطينا ملف PDF لشرح طريقة التثبيت، ويعطينا هذا الملف بصيغة FER، وحجمه كما تلاحظون حجمه حوالي 19 ميجا. نقوم الآن بإدخال بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا. كما تلاحظون هذه بطاقة الذاكرة الخاصة بالكاميرا. هناك من يقول يجب فرمتة بطاقة الذاكرة، ولكن أنا جربت بدون فرمتة، لا مشكلة. فقط إذا كان هناك تحديثات أخرى يمكن أن تتعارض مع التحديث، ولكن إذا كنت متأكد أنه لا يوجد، كما تلاحظون هنا لا يوجد أي تحديث آخر للكاميرا، فنقوم بسحب هذا الملف ووضعه هنا في بطاقة الذاكرة كما تلاحظون، ثم إخراج بطاقة الذاكرة ووضعها في الكاميرا. نقوم بإخراج بطاقة الذاكرة ووضعها في الكاميرا. الآن ننتقل إلى الكاميرا للشرح. الآن كما تلاحظون قمنا بتشغيل الكاميرا، قمنا بتركيب بطاقة الذاكرة وتشغيل الكاميرا، ثم نضغط هنا على المنيو للذهاب إلى الإعدادات، ثم نذهب هنا إلى إصدار برامج ثابتة. كما تلاحظون أنا سبق لي وقمت بتثبيت، هذه طريقة يعني شرح للتجربة فقط. ثم نضغط هنا على أوكي، ثم نذهب إلى موافق ونقوم بالضغط على موافق، وهكذا ستقوم الكاميرا بتثبيت التحديث. نقوم باختيار التحديث المراد تثبيته، سنضغط على هذا، ثم نقوم بالضغط على كانسل لأننا قمنا بتثبيت من قبل. كما تلاحظون أعطانا أن الإصدار المثبت هو 1.0.1، والإصدار هذا المراد تثبيته هو 1.0.1، يعني لا داعي لإعادة التثبيت. كما تلاحظ نقوم بالضغط على كنسل والضغط على منيو. كان هذا شرح طريقة تحديث كاميرا كانون 100D، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنقوم بشرح طريقة تثبيت ماجيك لانترن، والذي هو يعطينا مزايا كثيرة وخيارات كثيرة لتطوير الكاميرا.
ولا تنسوا الضغط على إعجاب إذا أعجبكم الفيديو، والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. وإلى دروس أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.